مساكم الله بالخير وحياكم في بودكاست قبل العصر. عبد الرحمن شلونك؟ مساك الله بالخير وشاب. مساك الله بالنور. شلونك؟ خير الله يسلمك. طيب ان شاء الله. والله الحمد لله. الله. بس يعني موضوعنا اليوم بنتكلم عن آفة. حلو. آفة قاعد تاكلنا شوي شوي واحنا مو حاسين بعمرنا، مع ان التحذيرات وايد. حلو. تشوف انت اللي طبعا الآفة اللي قاعد نتكلم عنها هي آفة التدخين. حلو. وانتشارها بين الشباب. يعني سبحان الله، مع ان تشوف التحذيرات وايد، العلب نفسها مالت السجاير يكتب لك عليها تحذيرات وما زالت تنباع وما زالت تهيئه الجمل هذه. وبنعكر جو اللي يقول لك السيجاره اللي بعد الفطور وبعد الغداء تعدل المزاج، هذول بيخربون علينا، بيحاولون يخلونا نوسوس ويحاولون يبولنا هالصور وهالاضرار اللي موجوده عندنا. ف رايك اللي يقول لك صدق، يعني يقول لك يعني من باب يعني سؤالك حق المدخن، يعني يقول لك والله السيجاره بعد الفطور او السيجاره بعد الاكل تعدل المزاج، تخليني ارد استوعب الحياه مره ثانيه. شوف، انا احس ان هي معادله حاطها بمخه، هو المعادله هي مو واقع اللي والله انا اذا قمت من النوم دخنت لي سيجاره اصحصح. هو نفسه تلقى شخص ثاني يجيك يقول لك والله انا اذا قمت من النوم شربت لي قهوه صحصح. فهي معادله بمخك، بغض النظر عن الكيميائيات اللي داخلها النيكوتين ولا الكافيين وغيره، تقدر تبرمج فيها نفسك انت مع الوقت. اما اذا انت طول عمرك من وانت صغير مبرمج نفسك انه والله انا ما اريح اعصابي الا بهالسيجاره، ما يهدالي بال الا بعد ما ادخن، هذا يعني تواهم نفسك. زين، انا عن نفسي منتي لريحه السيجاره تحوشني انفلونزا، خشمي يصب، احس بيوم متعكر، ما قادر اني امارس يومي بسبب من تمر علي ريحه، خصوصا بالديوانيه اذا كانت حكره هناك. عدل. فهذه هم معادله نفسيه اتوقع بعد عندي، ولا يعني انا برمجت نفسي ولا واقع فيك جيوب تنا. لا في اشياء وايده اكيد راح نتكلم فيها، في اكيد تفاصيل وايده عندنا، فلما تتعرف على تفاصيل لازم يكون عندك واحد متخصص بهذه الامور وعنده صح. اكيد امثله. أكيد أكيد. وضيفنا بعد متخصص في موضوع أمراض القلب، اللي هو أتوقع مسكين أكثر عضو متهالك بجسمنا بسبب التدخين، وإحنا لنا يعني مخشوش ما ندري عنه ما نحس فيه. يعني سبحان الله يقول لك لي حسيت بأعراض أنت خلاص وصلت آخر الليمت. فحلو أنك أنت تنتبه حق الموضوع، تعرف شنو أضرار التدخين على أعضائك الداخلية من ضمنها القلب، شلون تدارك الموضوع، تفكر شوي ليه قدام، لأن في الغالب يك الشباب بعمر الصغير ما يعي حق أضرار التدخين. وكلامنا هذا أتوقع يولد أسئلة وايدة ويولد أكيد معطيات وايدة، وراح نتوسع فيها أكيد بالأسئلة. فدائما راح نتوسع بالأسئلة، بنعطي حق الحلقة أكيد حقها عشان نقدر نخلي أسئلتنا المكثفة وإجاباتها مع ضيفنا اللي راح تعرفون عليه إن شاء الله بعد الفاصل. مساك الله بالخير دكتور بدر المهدي، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية. حياك الله، الله يسلمك. حياك الله في بودكاست قبل العصر. طيب إن شاء الله. الله يسلمك. متابع الدكتور في السوشيال ميديا؟ والله متابعة، وصراحة أنا أوجه له رسالة شكر أهني اللي قاعد يسويه من خلال عامل الوقت. أحمد، يعني وايد ناس تشكى من عامل الوقت، من خلال تقديمك لحياتك العملية الصبح حق الناس، ويعني والأجر اللي قاعد تأخذه من رب العالمين، وبنفس الوقت بقدر أقول المادة اللي قاعد تقدمها بالسوشيال ميديا حق نفسك وحق الناس اللي منفصلة تماما عن التخصص، وفصلك هم عن الوظيفة وكذلك العمل اللي قاعد تقدمه هم في السوشيال ميديا دكتور بدر المهدي. الله يسلمك، شهادة اعتز فيها. والدكتور يستغلها في موضوع أن المهارة هذه في التمثيل ولا في السكتشات أنها توصل رسالة فيها مضمون، الكلام فيه مضمون. أنا ممكن شخصيا أميل إلى هذا النوع من المحتوى اللي خلى خفيف علي، لا تخليه ثقيل، لا تيني صح. يعني خصوصا في مجال الطب، يعني خلينا نقول الناس ينحاشون من الدكاتره، يرهبونهم الدكاتره، يخاف من الابره. انت تتكلم عن حقبه الستينات، احنا الحين في سنه 2023. صح فعلا. صار الدكتور هو صانع المحتوى، هو اللي يقدر يقرب المسافه هذه بينه وبين المراجع، خلينا نقول. صحيح. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن التدخين واضراره على القلب، كونك انت هذا مجالك، انت راح تفيدنا اكثر في اضرار التدخين على العضو هذا المسكين اللي 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 هو اكثر واحد شاد حيله ويانا من اول ما انولدنا وهو شغال ويدق، واحنا مو عاملين الحساب لا من ناحيه الاكل لا من ناحيه اهتمامنا بالصحه، مو ملقينا وي بلا توقف، شغال بلا توقف. إيه، ثانيه واحده يوقف خلاص ذاتس ات بالنسبه لك، هذه هي الدنيا. اي سبحان الله. عطسه يوقف بالعطسه.
وايد حكي اللي يسمونه الحكم الشائعة conventional wisdom. conventional wisdom يعني هي حكمة شائعة، فماكو ناس قعدت على طاولة وسوت بحث علمي وقالت إن هذه صج ولا مو صج، وللأمانة ما لها أي أهمية يعني كمعلومة تسمعها في سين جيم ولا من سيربح المليون وناسة، بس كمعلومة تفيدك في حياتك الواقعية ما تفرق وايد. حلو، بعيدة تكون عن الواقع. إيه. وبعدين العطسة مدتها ثانية، ترى وايد مدتها طويلة، العطسة مدتها وايد أكثر من ثانية. إيه. تيك سريعة. إيه بس. طبعا بكت منك سؤالك الأول. إيه. ها. إيه بكت منك السؤال الأول على طول. قول سؤالك. أنا أقول لك الحين. الحين مثل ما وصلتنا أنا وزميلي قبل الفاصل، كنا قاعد نتكلم عن على كثرة تنبيهات الشركات على علب الزقاير وكثرة الدراسات اللي طلعت على أضرار الزقاير، بس ما زلنا نشوفها أنها هي ترند، وأن الناس كنا وصلوا مرحلة التعود خلاص، ما قام يأثر فيهم الموضوع. الأجيال كل مالها وتزيد عندهم نسبة التدخين، وقامت تتنوع الحين، تصير مع نكهة تدخين، مع 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 عنب تدخين، مع أنواع ثانية من الفاكهة. صحيح. أكيد قاعد تمر عليك مشاكل من مراجعين بسبة التدخين وأضراره على القلب، ودنا تخرعنا في التدخين أكثر وتنحشنا منه أكثر. ذكرتني في مقطع من المسلسل الكويتي الخالد درب الزلق، لما حسين قال حق أخو سعد، قال أنت كنت أبيض وعيونك زرق وشعرك مكتكت، طبعا خالد تخرع فيك، شعرك تقرفض وقعد. زين، أنا ما بخرع الناس، أنا بس بقول الحقائق. بالنسبة للخبرة، ترى أنا خبرتي على قد، أنا بس 22 سنة طبيب. زين، في 22 سنة طبيب المدخن اللي يلي عادة يكون في منتصف العمر، يعني بالخمسين، زين يمكن يبدأ يكبر شوي بالستين، وفي منهم بالسبعين، وعادة السواد الأعظم منهم بدأوا يدخنون من الطفولة أو المراهقة. الطفولة يعني من عمر 9 سنين 10 سنين، يعني من الابتدائي، أو من المراهقة من المتوسط أو الثانوي. والعامل الأكبر عامل فيهم اللي هو الصحبة. حلو. إن أنا شخص واحد، الإنسان اجتماعي بحد ذاته، الجنة بدون الناس ما تنداس. شوف. صح. الجنة إذا ما فيها ناس ما تنداس. صح. الإنسان اجتماعي، فالإنسان فرد يلاقي جماعة، عيال الفريج، عيال المدرسة، شلة بأي مكان، وكل الشلة هذه تمارس عادة معينة. عادة معينة مثلا زقاير متمردين. حلو. على السيستم ويبون يدخلون، لأن كل واحد فيهم أبوه قال له إذا أنا شفتك تدخن راح أمدك. صحيح. فهو يدخن بالخش، فأنت عشان تنضم حق هذه الشلة وعشان تحصل على استحسان هتدخن، عشان ما تحس أنك أنت منعزل ولا أنت بروح. إيه ما إيه. حتى في المسلسلات الكوميدية الأمريكية إحنا نشوفها، تلاقي فوق السطح، لأن العمارة كلها ممنوع التدخين، ففوق السطح يدخنون، فالموظف اللي يشرب سيجارة مع المدير فوق هو اللي حصل الترقيات. صحيح. هو اللي حصل الامتيازات. فيبدأ التدخين على صغر، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، العامل الاجتماعي. في بعض الدول العربية الزقاير تقدم على صينية حال الشاي والقهوة في الأعراس. صح. فهي عادات وتقاليد. صح. في ناس تربطها بالرجولة، إذا أنت ما دخل أنت مريال، فهو يبي يثبت أنه ريال، فهو يمسك زقارته. هذا بالمدرسة أكثر شيء تصير. بالمدارس. أي مرة خير. والأهم من كل هذا وهذا، أن شركات التدخين عادة صار لها مئات السنين، مو نفس الفيب من 2004. فشركات التدخين تهندس السيجارة بطريقة انك انت تدمنها، يحطون فيها مواد كيميائية. السجاير الحين مو نفس اول، بس ورق وتلفه بتتن وخلاص، يحطون فيها وايد مواد كيماوية تخليك انك انت ما تستغني عن النيكوتين. النيكوتين اذا نزل في دمك تجي لك اعراض انسحابية، نفس الاعراض الانسحابية لاي مادة مدمنة، مخدرات او غيره، الضغط ينزل، تعرق، ترجف، تصير وايد عصبي، والحل الوحيد لها انك تاخذ سيجاره ثانيه. وفي عامل ثاني دكتور، تاكيد ملحق، شايف افلام المصريه ابيض واسود قبل؟ مو بس الافلام العربيه، يعني ترى حتى هوليوود. لا بس انا اقول لك، مشاهد البيوت 90% لازم الرجل بيده سيجاره، او البايب او السيجار مثلا. صح. يكون ما انا بنسميه ممثلين، لكن هم اكيد متعرفين. صحيح. اكيد. صحيح. عند المجتمع، اذا ما خاب ظني في فتره من الفترات كان التسويق، اتوقع يمكن 50s، خلينا نرجع وايد ورا، كان الدكاتره هم يسوقون للسجاير. اذا بغيت ترجع ورا كان في الثلاثينات والاربعينات في امريكا يحطون دعايات ان البيبي علشان ينام لازم تحط له هيروين في الحليب. ما كانوا يعرفون ان الهيروين ممنوع، ما كانوا يعرفون اضراره. بعدين طلعت اضرار المخدرات وقال عنها بالسبعينات، كان تدخين الماريجوانا والحشيش كان شيء عادي. حلو. الناس ما كان عندها وعي، والعلماء ما كانوا يعرفون بالاضرار. الاضرار ما بينت الا بعدين. صحيح. ولما بينت المنعت. بتكلم صحيا اكثر، مساعد ذكرت نقطه وايد مهمه، قاعد يقول اكثر المراجعين اليوني منتصف الاعمار الخمسينيات. نعم. هل معناته ان بدايه عمر التدخين بالعشرينيات وبالثلاثينيات يعتبر انها متعه حق الانسان، لكن
تحس الأضرار أو تبين أضرارها بالعمر اللي ذكرتها قبل شوي؟ تبين أضرارها لا، وفي أحيانا بعد أبشر شوية هي. أي. بعد في عنصر وراثي في الموضوع. شلون في عنصر وراثي؟ في واحد يشرب سجاير من عمره 10 سنين. أي. لعمره 90 سنة ما يصير فيه شيء. صح. في واحد يشرب سجاير عمره 20 سنة، عمره 50 يعني قبل 30 سنة يصير فيه جلطة قلبية. فالعنصر الوراثي إحنا ما ننكره وموجود، بس إحنا ما نقدر نتحكم فيه. أنت ما تقدر تختار أمك وبوك. أنت الولد جيناتك، جينات أمك وبوك فيك. هي ما تقدر تغيرها، هي ما تقدر تغيرها. زين، فالشغلات اللي إحنا نقدر نغيرها، إذا أنت عندك مرض مزمن يسرع تصلب الشرايين، مثلا سكر أو غدة درقية أو كوليسترول عالي، تتعالج بالأدوية. إذا عندك عادة تصلب الشرايين، مثلا قلة الرياضة ومثلا التدخين، هذه شغلات أنت تقدر تغيرها. فبالتالي إحنا نركز على الشغلات اللي إحنا نقدر نغيرها اللي هي بيدنا. إذا هذه من ناحية الفئة العمرية، إذا بنقول من ناحية الجنس، رجال أم إناث هم الأكثر نقول ضررا عليهم التدخين يأثر عليهم، وهم اللي مثلا أتوقع الرجال هم الفئة الأكبر. أوكي، من يوم ما كنت أنا طالب طب، هالحكي كان أيام الحملة الفرنسية على مصر. زين، من يوم ما كنت طالب طب كانوا يسمون الأمراض القلب مانز ديزيز، مرض الرجال. حلو. زين، ولا علاقة بهرمون التستوستيرون اللي يخلي الرجال ريال، وهو هرمون التستوستيرون. نعم. واللي يخلي المرأة مرأة إن جسمها ما فيه تستوستيرون. صحيح. هرمون التستوستيرون بطبيعته يسرع تصلب الشرايين. غير كذي الريال في المجتمعات في العالم كله وإلى عهد قريب أكثر شيء في المجتمعات الشرقية هو اللي يشيل الشغل. صحيح. المرأة هي تقعد في البيت. زين، وما دشت سوق العمل إلا متأخر حيل مؤخر مقارنة بالرجال. فالريال هو اللي أرضى للضغط النفسي اللي إحنا نسميه سترس أكثر. وفوق كل هذا هرمونات يكون إنه هو ريال. فوق كل هذا عادات التدخين. في وايد مجتمعات شرقية المرأة مو مسموح لها تدخن. الريال هو المسموح له يدخن. صح. زين، فهذا يعرض الريال لأمراض القلب أكثر من المرأة. جميل جدا، ممتاز. الزقارة بعد الغداء، الزقارة بعد الأكل، يقول لك والله تعدل مزاجي ما أقدر أهدى. فكلامك أنت الحين قاعد يسبب لهم إزعاج الحين، إنك شنك قاعد تعفس المود اللي هم عايشينه سنوات. ده ما يسبب لهم إزعاج، لأن مع الوعي كل مرة المدخن يروح البقالة أو الجمعية ويشتري قوطة زقاير مكتوب عليه التدخين سبب رئيس الأمراض القلب والشرايين، هو يدري بهالشيء. بس ما تيك الحالات يقول لك والله الزقارة بعد الأكل والله تعدل مزاجي، يعني هذا يقول لك يعني من باب واقع إحنا قاعد نشوفه. لا لا، وتعدل مزاجي ليش؟ أنت الحين على سبيل المثال قول لي أي مادة ثانية غير التدخين تسبب إدمان. هو قبل الإدمان، قبل لا يتعاطى المادة هذه كان عايش حياته عادي. صح صح. زي منهم القهوة، بعد ما يتعاطى المادة هذه خلاص صار جزء من السيستم ماله. فإذا قطع العادة هذه حتى لو يوم واحد تيلا أعراض انسحابية withdrawal symptoms. صح. راح يقول لا أنا ما رح أتعدل مزاجي، لأن أنت مزاجك كان زين قبلها. صح. وترى أكد على كلام دكتور أحمد، ترى إحنا عندنا ثقافة ثانية، أنا ما أبي أطلع على الموضوع، لكن ثقافة القهوة، ترى ثقافة القهوة يمكن ترى قبل 12-13 سنة بلشت دش عندنا إنه من الصبح لازم إني أنا أشرب قهوة، ولا قبل وين كنا نأخذ مثلاً يعني أمور ثانية أو بالريوق أو المدرسة أو الحليب. نعم. الأمور هاي، لكن القهوة يمكن اخترقتنا كشباب يمكن قبل 13 سنة هم نفس الشيء. فنقدر نقول هي كانت عامل نفسي الإنسان أهله قاعد يصنعها حق نفسه، عامل نفسي ومتطلبات الحياة. يعني أنا أقول لك، يعني ما أقول لك قبل 500 سنة، أقول لك أنا قبل 30 سنة كان الكويتي اللي داوم وظيفة حكومية دوام صباحي. أي. يقدر بهالمعاش بيطلع لبيت يشتري لبيت أو يطلع لبيت. حلو. الحين لا، الحين حياة فيها متطلبات أكثر وتحديات أكثر، مو بس على مستوى الكويت، على مستوى العالم كله. فالمواطن البسيط ما تكفي وظيفة واحدة، لازم وظيفتين، لازم ثلاث. إذا الشخص دش القطاع الخاص المتطلبات أكثر، الديماند أكثر، فالسترس أكثر. فالسترس أكثر، هذه كلها يصير على حساب صحتك وعلى حساب قلبك. فهل الزقارة هي حل للسترس؟ حل يعني منطقي وعلمي خلينا نقول. أوكي، نفسيا في من الناس ما تركز إلا إذا كانت ماسكة شيء بإيدها أو حاطة شيء بحلجة. فمثلا في ناس تعلج، في ناس يشرب قهوة وايد، في ناس تمسك زجاج، في ناس يقول لك أنا أمسك زجاجتي ما أشفطها بس أمسكها كذي شيء يشتعل بإيدي. وهذه صفات. في من الناس مثلا عندها الكرة اللي تضغطها الستريس بول. صح. فهو موضوع نفسي خلينا نقول أكثر ما هو إدمان فعلي للمادة. يعني أنا ما أحتاجها، أنا كنت عايش قبلها. نعم. قبل أدخن. ف نعم. المعادلات خلينا نقول اللي بالمخ الواحد يحطها حق نفسه على أساس شلون يتصرف، أنا ما أرتاح إلا لما أدخن. فهذه أنت الموضوع هذا ممكن تقدر بالضبط تتحكم فيه. الموضوع في وايد متغيرات، قلت لك أنا العامل الوراثي، قلت لك أنا في ناس طبيعتها فيها ستريس، فيها ضغط نفسي فطل تنفس عن الضغط النفسي بالسجاير. زين، في ناس تنفس عن الضغط النفسي بالرياضة. صح صحيح. زين، فكل واحد وأسلوبه. زين، في إحنا نسمع إن التدخين السلبي أو السكند هاند سموكينج
يقولون أضراره أكثر من لما أنت تدخن. ليه ملحين ما في دليل علمي يقول إن التدخين السلبي second hand smoking مضر. أقول لك يا كاش وبصراحة مضر بشكل عام يعني. إيه مضر يعني أنا أقول لك يعني أنا لما إذا قعدت يم واحد يدخن الشيء الوحيد اللي زعجي ريحة السيجارة إذا أنا ما أحب ريحة التتن. في ناس تحب ريحة التتن صح حلو. في ناس ما تحب زين لكن كتأثير بيولوجي ما له تأثير مباشر. حلو دكتور إذا بدش داخل عيادتك الحين وأبيك تعطينا أمثلة على بعض الحالات اللي قاعدين لك من المدخنين، أمثلة مثلا تقول محزنة، أمثلة كوميدية ممكن تصير لك أيضا داخل العيادة نفسها من الحالات اللي قاعد تمرها من خلال من كلام المراجعين لك. نعم أوكي. لما يجي واحد يدخن باكيتين في اليوم صار له 40 سنة يقول لي دكتور أنا ليش أكح؟ ليش أكح؟ ويدخنه فأنا أطالع يدخن باكيتين في اليوم 30 سنة يقول لي دكتور أنا ليش أكح؟ فانا طالع كذي اقول هذا واقع يعني اي فانا طالع كذي واساله اقول له سور الصين العظيم بنوه في اي بلد وحرب ال100 عام دامت كم سنه صح ومريم بنت عمران شو اسم ابوها هذه اول واضح يعني واضحه فانت لما تسالني هالسؤال انت تسالني جد ولا انت عايش في حاله نكران دينايل ولا انت بس تبي تقزرها على راسي وعلى بالك ان انا فاضي طرطنقي وتبي تضيع وقتك بالكلام يعني شنو هدفك شنو نقطتك اللي بتوصل لها حلو السؤال مو منطقي مو منطقي في نقطه ثانيه تذكرون في مسرحيه على هامانيا فرعون طبعا لما مع ابو سعيد رضا الله يرحمه قال انا حلمت فأبو البنت قال له ادري حلم 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 هذا اللي يدري قال الحلم هذا اللي يدري يجي لواحد مدخن وعنده تبعات التدخين امراض في القلب تصلب في الشرايين اقول له عمي لازم توقف سجاير يقول لي لا دبر حالك انا دبر حالي شلون انت المدخن انا دبر حالي انا اللي حلم هذا اللي يدري احنا نكمل موضوع التدخين بس ولكن بعد الفاصل هل تشوفون أن التدخين يأثر على صحتكم؟ وش كثر يأثر؟ أنا أشوف التدخين وايد يأثر أنا كنت مدخن يعني والحين قاطع فأثر وايد فرق معي يعني على أكلي على حركتي على روتيني اليومي يعني طبعاً أي شيء خارج فطرة الإنسان مضر لذلك التدخين يعدم الصحة مو من فطرتنا فأنت تجنبه وتجنب أعراضه الوقيمة يعني ليه تحد نفسك على الردة؟ الله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالتدخين مضر للصحة ومحرم أساسا شرعا وبالتالي بالتأكيد أنه مضر للصحة ناهيك عن أساسا الشركات المصنعة للتدخين تذكر صراحة أن التدخين سبب رئيسي لمرض السرطان التدخين بكل أساليبه مضر مو مفيد للصحة نهائيا لأن المتعود على التدخين خلاص صار إنسان مدخن مدمن صار إنسان مو صح مو طبيعي والله صراحة مؤثر علي ويأثر على ناس وايد يلعبون نادي وانصح الناس إن لا يدخنون أو حاول إذا أنت تدخن وايد اقطعها وكذا ما تقدر أنت رد لياقتك التدخين يوقف اللياقة أصلا لا إرادة التدخين وايد مضر والكل يدري إنه هو مضر ولكن مستمرين نصيحتي لكم خففوا أو قطعوا التدخين لأنه مضر بصحتكم ترى الصحة أهم شيء دكتور سمعت زميلتنا آلاء وهي قاعدة تسوي استطلاع التدخين في واحدة من النقاط يمكن شدتني يمكن اللي قال هم التدخين حرام وما يجوز شرعا هذا الأسلوب تستخدمه مع مراجعينك حتى الميولك؟ لا أنا بالنسبة لي الدين خط أحمر. حلو. الدين خط أحمر واحترمه جدا. زين وكل واحد لأن ممكن الفتوى يقولها شيخ مو كل الناس تسمعها أو مو كل الناس تسمعها وتتقبلها. يعني حتى أنا بقول حق واحد مرضى أقول له مثلا الدين أقول له الموت يسبب عفوا التدخين يسبب الموت البطيء يقول لك من قال لك أنا مستعيل؟ أوكي. ميتين فما أخذها ببطء. بس هو عموما فتوى تحريم التدخين كانت من عمر يوم كنت أنا بالمتوسطة كنت أسمعها يعني أتوقع أحمد لو نسمع حالات اللي عند الدكتور راح نسمع نوعيات من البشر رهيبة راح تكون يقول لك يدخن باكيتين ويسأل لك يشكح بالضبط بالضبط الحين يعني ما شاء الله قاعد نشوف ردود الفعل أن الكل عارف شنو أضرار التدخين حتى الجمل اللي تنقال هي نفس الجمل اللي مكتوبة فهو قاري الكلام صحيح. المكتوب على إذن شنو اللي يمنعك أنك توقف شنو اللي
ما يخليك تاخذ هالخطوة هذه؟ أو يعني ليش للحين توصل عندك حالات في عمر 50 وفوق 50 مع أن مر في جميع مراحل التوعية ضد التدخين وما زال الموضوع ما يأثر عليه؟ أوكي، في من الناس، أنا أكلمك من تجارب على أرض الواقع، في من الناس مقتنع يعني يقين عنده أن التدخين ما يضر، وهما نفسهم الناس اللي مؤمنين ليومك أن الأرض مسطحة مكروية. أكلمك جد، زين مقتنع، زين في من الناس كذي، وفي من الناس يقول لك ما حد يموت قبل يومه، مثل انت الحين لما تسوق سيارتك وما تسكي حزام الامان، فتساله ليش ما تسكي حزام الامان، يقول لك الله الحافظ. زين، فهم يترجمونها غلط، الله الحافظ معناته انا استهتر واذا مت خلاص الله الحافظ، مكتوب لي إيه؟ بس في اخذ بالاسباب، انت يعني أخذ بالاسباب، وانت ما تعلم الغيب، انت ما تعرف صح. ما تعلم منيتك وين، ما تعرف الله وين خاشلك، شنو خاشلك يعني إيه؟ فالله يحفظك عن طريق انك انت تنتبه وتحافظ على صحتك ونفسك. إيه؟ زين هذا، وفي فينا ماذاش في يقول لك والله انا طول عمري ادخن ماني موقف الحين، او انه مثلا واحد من اهلك او معارفك بعد الشهر صارت فيه جلطه قلبيه وهو مو مدخن، فيقول لك شوف فلان صارت فيه جلطه قلبيه وهو مدخن. انا ابوي الحج الله يرحمه، ابوي كان من الجيل القديم اللي يلفون السجائر بايدهم، الاوراق البيضاء يسمونها كاغد، كانوا يلفون يجيب الورقه البيضاء الكاغد ويحط عليها التتن ويلفها ويدخن طول عمره. توفى عمره 95 سنه من كسر في الحوض، حتى ما له علاقه حتى بالتدخين كله. اي كله زين، بس انا اقول لك هذه جينات. الحين انا اقول لك ايام الكويت يا مول في الغوص اللولو، تلاقي الغيص طول الشتاء يشرب قدو طول الشتاء، وفي الصيف لما يطب في الماء عشان يصبح اللولو يظل تحت الماء 5 دقائق 6 دقائق والنفس. وايام قبل ما كان سكوبا، ما كان عندهم خزانة أكسجين على ظهرهم، يظل تحت الماء 5 دقائق 6 دقائق يطلع ما في شيء، فهم يستدلون بهذيله. إذن أنا هل ممكن نقول أن نمط الحياة القديم اللي فيه حركة وايد، اللي فيه نوعية الأكل تكون خلينا نقول ما هي فيها الضرر نفس اللي موجود بالأكل الحالي، هل هذا أثر على هالموضوع؟ حطيت يدك على الجرح. شوف عزيزي، في مصطلح أمريكي يسمونه old school، المدرسة القديمة. شلون old school؟ إحنا لا نتكلم عن 500 سنة ولا 1000 سنة قبل، خلينا نتكلم عن الكويت أيام الأبيض وأسود. حلو. الكويت أيام الأبيض وأسود، الصبيان يقضون كل مشاويرهم مشي. صح. ما كان في صبي وسايق وخدامة. زين، ومشاوير يعني عمي ابو زوجتي الله يرحمه كان ساكن في الدسمه، يقول احنا كنا نروح سوق السمك اللي يم سوق شرق الحين ونشتري السمك، وعلشان لا يخيس ماكو ثلاجات كنا نروح مشي من هناك للدسمه، وايامها لا فتبت ولا ساعه ولا شيء. انتوا لو تشوفون صور اهلنا ايام الابيض واسود ترى ما حد متين، كلهم عصاقل دق العود، يدقون عيوش زين، بس دائما حركه دائما يمشون. حلو. والصبيان اللي الحين مجابلين البلاي ستيشن ويدردعون في المشروبات الغازيه والسكريات، قبل خلينا نلعب كره، يرفع دجاج تلفه على خصره صاج، ومن واحد الظهر ليه 9 بالليل زين كره يلعب كره، هذا كم سعره يحرق ما شاء الله. صحيح. في مصر بالفلاحين في الغيط ياكل فطير مشلت 9000 مليون سعره في الفطير. صح. بس يشتغل في الحقل بالفيلد من الصبح ليه بالليل ويشتغل بيده، ما كان في تركتورات وغيره. صحيح. فكل اللي كلاه يحرقه، كانت الحياه اكتف على طوال اليوم عندهم وايد في حركة. برجع مره ثانيه حق موضوع السيجاره دكتور. نعم. من السيجاره العاديه الى الالكترونيه تعتبر هذه أبغريد؟ هي مو أبغريد، هي إذا تبي تتكلم بالإنجليزي هذه يسمونها ترانزيشن. حلو. إن الشخص اللي ما يرتاح إلا يدخل يحط شيء بحلجه أو يمسك شيء بيده، فكمرحلة انتقالية للإقلاع عن التدخين يذيب. حلو. ففي البداية أول ما طلعت بال 2004 أنا حزتها كنت توني طبيب متدرب. حلو. كانوا يقولون إن هي مجرد بخار، إن هي مجرد نيكوتين. وفعلا يعني التسويق لها ان انت تقزر فيها لغايه ما تستغني عن السيجاره مره واحده. حلو. اللي صار شنو صار؟ انه انفتح لها سوق ثاني بروحه. صح. وشركات شركات وكاترجات. صح. صرنا في العياده وفي الطوارئ نشوف شكاوي ثانيه. شكاوي زياده في النيكوتين، هي السيجاره فيها 30 ماده كيميائيه، واحده منهم النيكوتين. نعم. اللي هي تسرع النبض وترفع الضغط. حلو. فالسيجاره الالكترونيه فيها 3-4 أضعاف النيكوتين العادي، فهم يجون عندهم تسمم في النيكوتين. هاي شغله اولى. الشغله الثانيه السيجار الالكترونيه عشان تطلع ريحه حلوه يحطون نكهات ويحطون اصباغ. صح. صح. نكهات الاصباغ هذه انت ما تعرف اذا هي مسرطنه ولا لا. صح. فانت انتقلت من مرحله تصلب الشرايين وامراض القلب الى مرحله الالتهاب الرئوي، فاشكال ورناق من انواع الالتهاب الرئوي. في امريكا في كذا ولايه منعوا السيجار الالكترونيه، يقول لك فيبنج از الليجل، الفيبنج ممنوع. هل فعلا سبب ماي بالرئه اسرع من السيجاره العاديه؟ هذا هو ماي بالرئه. شنو سبب؟ السبب انه يصير في التهاب رئوي حاد، نيومونايتس يسمونه التهاب رئوي حاد. التهاب رئوي حاد يسوي
يسوي التهاب في الرئه، يسوي ماي في الرئه، ماي بالامراض غير القلب. انا كان ببالي ان البخار نفسه اللي قاعد الواحد يستنشقه هو اللي يتجمع في الصدر. لا يتجمع لان في مواد كيماويه ويهيج، لكن البخار بحد ذاته لا يذوب في الدم، واخرته بخار ماي. التهاب الرئه هو اللي قاعد يسبب تجمع الماي في التهاب الرئه، تهيج. هذا هذا الموضوع منطقي اكثر ما ان تهيج. مثل ما تحط ماده كيميائيه مهيجه على ايدك، ايدك تقب، هي مادة مهيجة أنت قاعد تستنشقها. والشيشة العادية اللي بالقهوة قاعد نشوفها مقارنة مع السيجارة الإلكترونية، إيه؟ الأضرار واحدة ولا في واحدة أضر من الثانية؟ إيه الله يسلمك، يعني تزينك بطاري الشيشة. إيه؟ في دفاعات، في أسئلة مردود عليها وفي دفاعات مردود عليها. يعني مثلا من 1400 سنة كل مرة مسيحي يتلاقى مع مسلم يقول أنت ليش زوجنا أرباح يا أخي؟ عندنا علشنا في السؤال ليه بقلنا بس. موضوع الشيشة نفس الشيء يقول لك لا بس الشيشه فلترها ماي، الماي ينظف اكثر من فلتر السيجاره. اوكي، وهو نفس الشيء الشيشه اصلا. في وايد ناس يقول لك راس الشيشه الواحد عن باكيت، فانت لما تدخل راس واحد كانك مدخن باكيت، بس بدال ما تدخل باكيت طول اليوم هذا قاعد تدخنه يمكن بساعه. اي سمته واحده. في شغله انا مو فاهمها لما الحين، انا ما فهمت وما قريت فيها. الشيشه ما تدمن، السيجاره اللي تدمن، يعني اللي يشرب اللي يشيش يقدر يستغني عن الشيشه، يقدر يقطها سواء كانت شيشه زجاج او شيشه فخار اللي هي اسمها القدو. انا اعتقد التحضير، فتره التحضير، فتره التحضير، طبيعه الطبيعه الكيماويه حق المواد اللي يحطونها في الراس اللي يسمونها شنو، معسل او شيء كذي، سلوم او تفر، اي ممكن طبيعتها فيها شيء يخليها ما تدمن. لكن بالنسبه لتصلب الشرايين وضررها نفس السجاير ما يفرق زياده. ممكن الحين من الشغلات السلبيه موضوع الفيب، كون لغالك امور سلبيه كانت تعطيك اياها السجاير، مثل الريحه، ريحه الخايسه، ريحه صح السياره، صح المكان يكون وسخ بالسجاره نفسها، فصار استهلاكها اكثر، صار استهلاكها اكثر. إيه؟ صار كل مكان الواحد يدخن. حتى في ناس، انت على كلامك تقول ان في ناس علشان يقطعون من التدخين من السجاير لجأ حق الفيب، في ناس ما كانوا يدخنون اساسا وراحوا حق الفيب لان نكهات، عشان نكهه. بس هي فكرتها التسويقيه الاساسيه كذا، ان هي ترانزيشن، هي مرحله انتقاليه فعلا. انك تبدا اذا قطعت السجاره مره واحده النيكوتين في جسمك راح ينزل، راح تتعب، فكمرحله انتقاليه فيب، وبعد التفيب خلاص توقف سجاير. ممتاز. الحين ترى طلعت لنا حتى انواع ثانيه السجاره اللي مزها مزه واحده ويقطعها. يعني ما ودي ان انا اسمي بعض الشركات، لكن هل انا بتكلم اضرارها تكون اقل من الفيب ومن السيجاره؟ الضرر هو نفس الضرر، هو ضرر بس هذا يقول لك انت مثلا السيجاره تمزها مثلا 10 او 15 مزه، والشيشه ممكن تقعد عليها ساعه، هذا يقول لك والله مزه واحده واني انا اقطعها عشان اني احاولني اخفف اضراري عن السيجاره العاديه، ياخذها حجه عنده. هو يعني بالحجه داخل مخه الحجه تفرق، بس في الواقع لا، يعني على ارض الواقع الوضع جدا مختلف. جدا مختلف، جدا مختلف. حلو. حلو ميخال، بس انا اقول لك هم بعض الحالات يقول لك يعني الانسان الغير مدخن احيانا لما تمر على ريحه السجاير او اي نوع من انواع التدخين يحوشه مثل ما تقول انفلونزا، او انه خشمه يصب، او انه خشمه او انه يتحسس من هذا الموضوع. هذه واقعيه ولا هم الشخص نفسه هو يعني تخيل يعني صنعها حق نفسه؟ لا 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 واقعيه عندنا، خصوصا من خواتنا النساء اللي مزوجين مدخنين. حلو. تلاقي عندها كحه مزمنه وهي تقول انا ليش عندك كحه مزمنه؟ طبعا وظيفه الطبيب انه يسمع. وايد اطباء ما يسمعون، وللاسف الطبيب اللي ما يسمع يخرب على سمعه الطبيب اللي يسمع. لازم الطبيب يسمع، الطبيب مثل التحري، مثل المباحث ديتكتيف، لازم يسمع شكوى المريض عدل. فيجي لي شخص يقول لي انا عندي كحه مزمنه، انا مو مدخن بس عندي كحه مزمنه. اللي يصير انه في البيت عنده شيء يهيج كحته، اما انه يربي حمام يسمونهم بيرد فانسيرز اللي يحبون الطيور، والريش مال الحمام يهيج، او انه يكون عنده حد يدخن في البيت. زين، اذا الحين قلنا والله في احد شاف الحلقه والله هدا وده انه يقطع التدخين، سعلا مباركه، اي الحين نبي نطمنه، هل ممكن انه يرجع لحاله ريكفري بصحه احسن ما كان عليها، او خلينا نقول على الاقل نفس ما كان عليها قبل لا يدخن؟ اوكي، ولا فات الاوان؟ انا شفت بعيني، ما حد قال لي. وايد ناس تركوا سجاير صح وردوا مثل الحصان واحسن، وعالجنا السبب الاساسي يعني. بس طبعا انت ما تقدر في يوم يومين او سنه سنتين تصلح ما افسده الدهر، يعني ما يصير انت تدخن باكيتين 30 سنه 40 سنه وتقول انا موقف الباكيت من اسبوع
موقف التدخين من اسبوع انا بصير زين، لا ما راح اصير زين، صعبه. ايش كثر يبي ابو 30 سنه؟ شوف النظريه تقول، النظريه تقول نفس المده اللي انت دخنت فيها يبي لك علشان تتعافى المده اللي قطعت فيها. يعني انت تدخن 10 سنين يبي لها رئتك 10 سنين على ما تتعافى. بس بشكل عام تظل في اثار مترسبه. حلو. تظل في اثار مترسبه على مستوى الرئه وعلى مستوى شرايين القلب. انا بخاطري سؤال قبل لا نختم. التدخين عند النساء نعم اضراره مضاعفات اكثر من الرجال، او نقدر نقول يعني خواتنا النساء يعني حالات التدخين اللي قاعد تيك فيهم اكثر شيء يعني؟ في 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 اوروبا مع تحرر المراه ودخول المراه سوق العمل ومساواتها بالرجل ارتفعت نسبه التدخين، ومعها ارتفعت نسبه امراض القلب. فاينما تجد تدخين تجد امراض قلب. والنساء مو محصنات اكثر من الرجال، بس الشغله الوحيده اللي حاميتهم انه ما فيهم تستوستيرون، الهرمون الذكوري اللي يخلي الشرايين تتصلب بسرعه. حلو جميل. دكتور عندك نصيحه اخيره حق المدخنين شلون ممكن يقلعون عن التدخين؟ حطها في راسك، اذا حطيتها في راسك راح تعرف خلاصك. يعني في وايد ناس ينزل عليهم وحي ينام يقعد يقول بس انا ما بدخن، ويقط الباكيت من مقباته عمره ما يدخن. في من الناس كذي، فعقلك براسك تعرف خلاصك. هاي اللي بقوله فعلا. ويحاول يعاند نفسه. لا تعاند نفسك، خليك صريح مع نفسك. شكرا دكتور على وقتك، استفدنا منك وايد. هذه كانت حلقتنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الوقت، وقتنا قبل العصر.